لبيك. بنعطيك يا شيخ مصطلح واعطنا ما جزاؤه. لبيك. ما جزاء الصبر؟ الجنة. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اول شيء ايش معنى بغير حساب؟ شوف اي واحد صابر، صابر على ظلم، صابر على تعب، صابر على الم، صابر على مصيبه، صابر حتى على الكرم والشجاعه، ترى هذا الصبر توفاه بغير حساب. يعني اما تدخل الجنه من قبرك الى الجنه، ولا ادخل الجنه وخذ اغرف من الحسنات ما شئت. فجزاء الصبر الجنه. ما جزاء بر الوالدين؟ في الدنيا رزق يمد الله في عمرك، وفي الآخرة جنة ويرضى الله عنك، لأن الله رضاه من رضا أمك وأبوك، ودخول الجنة تحت أقدام أمك الجنة، وأوسط أبواب الجنة أبوك. فإذا بغيت الجنة كما يقول ابن عباس، أقرب وأخصر طريق إلى الجنة أمك وأبوك، لا تدور شيء بعيد، ادخلها من قريب. ما جزاء الإحسان للزوجة وما جزاء الإحسان للزوج؟ وشوف ملخص الحديث، هي جنتك ونارك وأنت جنتها ونارها. أنا أقول للمرأة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صامت المرأة شهرها وأدت خمسها يعني الخمس صلوات وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت مع أي أبواب الجنة شاءت، اختار الباب اللي تبين ودخلي. أما الزوج أحسن الرجال وأفضلهم وأكثرهم وأحسنهم خلقا وخيارهم كما قال النبي أحسنهم أخلاقا مع زوجاتهم. الإحسان صفة الرحمن، وأعلى درجة في الإسلام الإحسان، فأحسن إليها ولتحسن إليك، وأبشروا بالجنة تدخلان مع بعضكما.